مطار المدرب ولا الاداره ولا اللاعبين. الحمد لله ان شاء الله نتادابتا ان شاء الله باش ندير عام سبعه ان شاء الله ربي يحفظ لي ملي كيسير ان شاء الله نكون مبروك. اما الماتش تاع اليوم الحمد لله الشوط الاول اللي كنت عندنا الحمد لله دارت عليها وجزامي الحمد لله حنا ما يهمناش النتيجه يهمنا باش نبريباريو ديال ومي خفرت باللي عندنا غير سيمانه تحضير ثم هذا الحمد لله شيء ايجابي ان شاء الله على هنا ان شاء الله باش نحضروا ديال ان شاء الله تعطوا الوقت ان شاء الله نكونوا واجدين ان شاء الله في المرور نخدموا ديال باش نكونوا واجدين في الشامبيون ان شاء الله.